سامحونا مسفر طمنا عليك. الحمد لله الله صدق. احنا طبعا من الاوقاف اللي عندنا انتم عارفين طبعا وقف تفريج الكرب وانتم براء الوقف. لا اله الا الله استغفر الله ما شاء الله. طبعا احنا سبعه اوقاف كلنا عارفينها، لكن انا ركزت اليوم في وقف تفريج الكرب. ما في مسلم ولا مسلمه الا وعندها كرب، لا اله الا الله، الا وعندها هم، الا وفي دين، الا وفي بلاء، الا وفي مرض. لذلك قلت قبل شوي خلني اركز عليها مره ثانيه، ودي تركزون معي شوي. ها تركز معي شوي. انت لما تسعى في علاج مريضك او في تفريج همك، في قضاء دينك، في كشف علتك، انت تسعى ويمكن تقضى او لا تقضى، قد يشفى مريضك او لا يشفى، يمكن يتيسر لك الدين ويمكن ما يتيسر. لكن اذا سعيت لاخيك في تفريج كربه أتاك التحقيق من رب العالمين. أنا قلتها وأشرحها مرة ثانية بشكل مختصر. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إيش المعنى؟ أي من سعى إما بماله، بنفسه، بشفاعته، بوجاهته، بنشره، سعى في تفريج من كان في حاجة أخيه، كما في الحديث كان الله في حاجته. إيش معنى كان الله في حاجته؟ معناه أن الله قضى حاجته. من كان في حاجة سعى، الله ما يسعى، الله بيده خزائن السماوات والأرض، الله يقضي الحوائج. لذلك من كان في حاجة أخي، من سعى في حاجة أخي كان الله في حاجة، أي قضى الله حاجته. إذن أتاك الضمان من رب العالمين. تفريج الكرب في هذا الوقف المبارك، وقف أم الأوقاف، تفريج الكرب ترى ما تفرج عن شخص، لا تفرج عن كثير. على فكرة تفريج الكرب، خلنا أوضح لكم مسألة هنا. هذا اللي جائعان صايم بيفطر، هذا الجائعان ترى في كربة، كربة الجوع. هذه المطلقة الأرملة ترى في كرب، كرب الأرملة وحاجتها، والمطلقة وحاجتها، ضعف اللبس. الكسوة ترى هذا في كرب، كرب أنه محتاج ما يكسو به جسمه. الطعام اللي بيأكل يلقى لقمة، لقمة يأكلها، هذا أيضا كرب الجوع، كرب العطش. أما هذا الكربات كله عنده متجمع الأيتام. فسبحان الله، هذا الوقف أصلا جمع هذه الأوقاف كلها. هذا الوقف لأن كلهم أهل كرب، كلهم أهل هم، كلهم أهل معاناة. فأنت سبحان ربي العظيم، والله أنه من توفيق رب العالمين أن تكون ممن يساهمون في هذا. أولا شوف ما تتبرع به يذهب لهذه الأوقاف كلها من ضمن هذا الوقف، وقف تفريج الكرب. والله لا تقضى حاجتك. أنا أحلف بالله، أحلف بالله، لأن الرسول أخبر وأنا مصدق لرسولي عليه الصلاة والسلام، قضى الله حاجته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أي قضى الله حاجته. فأبشروا بالخير، في هذا الشهر الكريم سوف تفرج كرباتكم وتذهب همومكم ويشفى مرضاكم. عاد المرضى لها حديث ثاني، داوا مرضاكم بالصدقة، لكن هذا من الكرب أيضا، تفرج الهموم، تنفس الكربات، تقضى الحوائج، يشفى المرضى بإذن رب العالمين. سفراء أنا بالنسبة لي يا شيخ عندي فكرة معينة. أنا أقول لو نقفل على ستة أوقاف ونوقف على وقف ما اختلفت القضية ولا قلت ولا قل حماس الناس في بذل الخير. لو نضرب مثال بس على وقف الأيتام مثلا، واعتبروا الأوقاف الباقية ما هي موجودة، باب أجر كبير وباب فضل كبير وواجب المسلم تجاه المسلم اللي يجب أنه ما يغفل عنه. صحيح. فما بالك أنه مفتوح لك سبع أوقاف، يعني أسهل من كذا ما فيه. لو أن كل وقف منها له وقف على حدة ومرحلة زمنية الحالة، يمكنك أخذت سنتين ثلاث سنوات عشان تشارك في أجر هذه كلها، لكن هذه جاتك وجمعها الله ويسرها الله للجمعية المباركة، جمعية المويه، وصارت في نفس الوقت وفي نفس المرحلة وفي الشهر الكريم وفي المكان العظيم، يعني مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض. ففرصة ذهبية جدا جدا جدا. كلامك كان أنا ضربته بمثل، ضربت مثل بصياد نيته بس تطلع له لؤلؤة، لؤلؤة واحدة بس، رمى الشبكة يبغى اللؤلؤة، طلعت له سبع. لا إله إلا الله، طلعت له سبع. سبحان الله. فهذا الآن أنتم تبغون وقف، جاكم سبعة بوقف واحد، وقف واحد أعطاكم سبعة وبسهم واحد، وبسهم واحد، وبسهم واحد سبعة أوقاف. أنا شيخ بتكلم عن سقي الماء. سلام.
اللهم لك الحمد، الله اكرمني هذا ثاني وقف اقف عليه ما شاء الله. الوقف السابق والله يا شيخ ان سقي الماء ان جينا عندهم انهم لهم اربع ايام ما جاهم الماء. عيد 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 عيد. هنا عندي كاميرا هنا ولا هنا؟ هنا الكاميرا. اقول لك اقول لك الوقف السابق والله ثم الله كان معي عادل واحمد فراج الله يذكره بالخير انه واقفين عند الباب وجايبين الوايت ان ابنائه واقفين عند الباب انهم يصفقون ويستانسون كله عشان ما احنا لو نفك البزبوز ما درينا عنه من النعم اللي عندنا. هذا اربع ايام يا شيخ والله اربع ايام يوم جاهم سقي الماء والجا الوايت اسقيهم خزانهم اني اشوف فرحه الاطفال عند الباب وابوهم معهم. واربع ايام ما عندهم اربع ايام ما عندهم بيت شعبي شعبي. يعني انا اقول الله يوفق كل من يبادر في هذا الوقف. اما الاوقاف في جمعيه المويه صدقني المال اللي تحط فيه انه قسم بالله انه في حقه وفي الناس المحتاجه. انت قلت كلمه جميله يعني الجمعيات هذه على فكره في نقطه لا بد تعرفونها يعني هذه الجمعيات سواء جمعيه المويه ولا غيرها من الجمعيات انه ترى لجان لجنة تتحقق من المستفيدين هل يستحق ولا لا؟ يعني ما يعطون واحد ترى شبعان وما لا لا شوفوا فعلا المحتاج المحتاج سقي الماء عطوه الماء كسوة يعطونه الكسوة طعام يعطونه طعام فيتحققون. أنا مريت كثير من اللجان وأشارك فيها ما يعطون إلا فعلا المستحق عبر عندهم لجنة هناك تستقبل أوراق وبعضهم تطلع لجنة تشوف البيوت صح تشوف أحوالهم. نعم حبيبي أحبك الله يا شيخ. أنا ما أزود على الشباب لكن زودنا على السبع الأوقاف اللي في وقف واحد وبسهم واحد من باب داو مرضاكم بالصدقات فريق دعمي بما أني سفير أطلقوا مبادرة أسعدهم تسعد مرضى السرطان وتم التبرع لهم وصار في حملة قوية ويستاهلون لأنهم في حاجة وودهم يتبرعون ودهم لكن عاد الحيلة بدأ الله. فأنت وأنت اللي تتبرعون وتقفل وقف على يدكم أول شيء أجر وثاني شيء فرحة. أنا وقفت يمكن على هذا يمكن خامس وقف ولا الحمد ما شاء الله شيء في القناة في البرامج الأولى وشيء برا القناة يمكن وقف برا القناة. والله العظيم إني أحس فرحته الآن وحتى يعني لو بالنشر والحمد لله هم طيب الناصحين كما كنت من البادلين. نعم نعم فبإذن الله يا شيخ نحن نبشرك إن شاء الله إنه ما يجي إن شاء الله يا رب 25 او قبل لا الوقف انت باذن الله واحد الاحد. انا طرحت مقترح البارح طبعا مع ابواب تفريج الكربات وما سمعتوه الان تفريج الكرب وسقي الماء وغيرها ايضا انا ودي امس اطلقتها بس كان الوقت مضيق ما اعطيتها حقها. اعطوني بس دقيقتين ثلاث اعطيكم حقها وهي هديه العيد. اي نعم هديه العيد نبغاها السنه هذه هديه غير هديه مختلفه. عيالي اللي يتابعوني عيالي وبناتي اللي يتابعوني أفرح الأم أفرح الأب أفرح الجد أو الجد أختك الكبيرة بعيدية شكل غير السنة هذه عيدية دنيا وآخرة. أفرحهم بعيدية سهم في وقف أم الأوقاف. قل لهم أنا حبيت أعيدكم اليوم عيدية. قل لهم كذا في رسالة لطيفة مكتوبة أو حبيت أعيدكم عيدية ما قد حد عيدكم مثلها أبا عيدكم عيدية أرجو أن تكون سبب أنكم تصلون الجنة. عيديتي لكم يا أمي أو يا أبوي سهم في هذا الوقف وقف أم الأوقاف. خل هذه العيدية لا تنتظر لين يجي لا الآن ساهم واحفظ الظرف عندك لين ليلة العيد. احفظ رسالة أو العائلة كلها أو العائلة كلها 57. الآن لا تتأخر يمكن يقفل الوقف راحت عليك العيدية من الآن يمكن الوقف يقفل راحت فرصة العيدية. الآن خش على التطبيق إما سهم الفرد أو الأسرة أو غيرها عندكم التفاصيل تحت في الشاشة وقدم عيدية ثم احفظ عندك إما الإيصال أو الرسالة ليلة العيد. قل تهنئة العيد الجميلة الرائعة ولو بتسوي حركة أعطيكم حركة طلع لك ورقة كذا كرت حلو اطبع عليه المساهمة بوردة وجميلة ولا جيت عند أمك تعايدها الصباح ولا الوالد تفضل يوم وش ذي ولدي هذه أم عيديتك سويتها لك في رمضان جهزتها في وقف أم الأوقاف هذه عيديتك يا أم مني هذه عيديتك يا أبوي مني. أو يراسلهم الشيخ على الرقم يعطونه بطاقة إهداء هنا أو زي ما قال الغالي أفضل راسلهم يعطونك بطاقة الإهداء. نعم. لكن ترى هذه عيدية 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 ما مثلها الرقم. هذا الرقم وين الرقم؟ هذا الرقم شوف هنا 055-23-5677 يراسلهم يعطونه البطاقة ويعطونك يعطونك بطاقة متعوب عليها بطاقة نعم. تأسيس وقف بعد وتأسيس وقف زي ما قال ولدي نعم. عبد الله تأسيس وقف هذه عيدية ما مثلها هذه عيدية والله ما مثلها
نعم والله على فكره العيديه بتروح عطر بنتي. اي والله لبس ثوب بتقطع ولا تذبه في الاخر في الدوله. لا اله الا الله. اي والله بتروح. وبعدين هذا الوقف اللي يبقى اليوم القيامه باذن الله عز وجل. نعم هذا الوقف اللي بتشوف هذه الهديه اللي بتشوفها هناك قدامها في ذلك اليوم العظيم في تلك الاهوال بتشوف هذه الهديه قدامها هالحسنات العظام في هذا الوقف المبارك. ها كلنا نتفق الليله نرتب حنا لابائنا لامهاتنا لاحبابنا لمن هو غالي علينا نجهز له هديه. هديه العيد هذه السنه هي وقف سهم سهم في وقف ام الاوقاف. الوقت انتهى لكن خلاص وصلت الرساله. يا رب تسعدهم يا رب توفقهم يا رب تحفظهم يا رب تخلف عليهم. اسال المولى عز وجل ان يعطي منفقا خلفه. اللهم اعطي منفقا خلفه. اللهم من قدم وبذل اجعل ما يقدم بركه في ماله بركه في ذريته سبب لشفاء مرضاه سبب لكشف بلائه وعناه. اللهم يا ربنا اجعله يجد لذتها وبركتها في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بغيتك تدعي للي يتبرع انه على نيه ان الله سبحانه يتكرم عليه ويبلغ ريت القدر لانها كلنا حارسين نصيبها يعني نصيدها. فان شاء الله سبحانه ان كل شخص يتبرع ان الله سبحانه يبلغه اجر ليله القدر. انت ليله الخير من ذكرتني بشيء مهم لازم اقوله بس ان شاء الله اعطيه تفصيل اكثر اللقاء القادم وهو انه اذا دخلت العشر احرص كل ليله يكون لك مشاركه صدقه. احرص ان يكون لك كل ليله مشاركة. ليه؟ يمكن ليله القدر ليله 21 خلي يرفع لك ليلة القدر من أعمالك صدقة في وقف أم الأوقاف. جهز لك 10 صدقات قسمها أو حط لك قص صدقة وقسمها كل ليلة حتى تضمن أنه ليلة القدر تصيبها وقد رفع لك من ضمن الأعمال الصدقة والمشاركة في هذا الوقف المبارك. اليوم الاثنين احنا موعد معكم الاربعاء. مع السلامه. الله يحييك. في شيء قول قول يا شيخ. الناس يحسبون بس هم اللي يتبرعون. احنا نتبرع عنهم. انا من بدايه الشهر ان شاء الله الى نهايتك اليوم اتبرع موزع التبرع عندي على يومي بشكل عن نيه المسلمين جميعا احياء واموات. الله يجزاك. فهم يحسبون انه والله اني صادق يعني. الله يجزاك خير. فشيء جميل يعني احنا متبرعين عنكم تبرعوا عن انفسكم. سمعتوا الكلمه وعنا احنا لا تنسونا من من اول الشهر يتبرعوا عشانكم. اي والله الشيخ عندي تعليق بسيط اقل من الثانيتين. تفضل حبيبي. انت تقول احنا اللي البادره اللي اطلقتها اللي حق الاهداء حق الاسره 950 وقف. انا اقول هديه هديه. لو عندك اسرتين او عندك 20 نفر بالله تقدر تعطيهم هديه قيمه كلهم 950؟ ما تقدر. لكن هذه 950 انت تشوف انها يعني قليل لكنها عند الله سبحانه وتعالى دبل 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 وراح ممكن انت تكون سبب دخولهم الجنه. جميل جابها ولدي الغالي. والله اني صادق. إيه سهم الاسره 950 سهم للاسره. نعم 950 انت قال لي الاولى بتهدي لكل واحد يبي لك كم الف. نعم بهذا عندك عيديه وهدايا للمجموعه كلهم. لا تفوتون عيالي يا شيخ. والله اوسط العطور اوسطها اللي مستوى متوسط ب 1000 ريال الشخص. اي والله هذا 950 هديه عيديه في وقت ينفعهم في الدنيا والاخره 950 الاسره. هذه الفكره حطوها في عقولكم لا تفرطون فيها ولا اقول انتظر للعشر من الليله. ساهم وقدم واحفظ الوصف او احفظ واطلبهم بالكرت الهدي زي ما قال ولدي تواصل معهم على الواتساب ويطلع على الشاشه الحين رقم. نعم ويجيك بيطلعوا له الرقم على الشاشه يا شباب رقم عشان يتواصلون معاه يطلبون هدي يسمونه ايش الكرت هذا جفت بطاقه اهداء بطاقه شهاده تاسيس بطاقه بطاقه الاهداء وثيقه تاسيس. يكلمون الحين كنترول وضحوا لي وثيقه تاسيس بطاقه اهداء ومعاها وثيقه تاسيس انكم من المؤسسين في هذا الوقت. لا اله الا الله. ها هذه تعتبر هديه العيد لمن تحب امك ابوك اخوانك اسرتك 950 اسره كلها. والله إن فرصة ما تفوت. أو سهمتين خلص. نعم ضربت عدة عصافير أنت بحجر واحد. أولا وقف عظيم 7 أوقاف أجر الدنيا وآخرة وخيرات عظام ثم هدية عيد متميزة ما قد حد سواها وخير لك أنت خير لك أنت لأنك لما تقدم هالهدية لا تنسى تشرك نفسك فيها. زين أسأل الله يسعدكم ويبارك فيكم. موعد معكم ان شاء الله بكره. يعطيك العافيه يا شيخ. مسفر بيض الله وجهك. كتب الله اجرك مره مره. يتعب راح مسفر يفطر يفطر. المره ذي راحت. لو يجيني انك قلدتني يا شيخ ثاني مره. لا انا عندي ما. لا 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 والله جينا نرسم الابتسامات نضحك في وجه الزمان بين شروب صوب مزح بالتزان عبروا لاني بعابر الاثر.
فينا نرسم الابتسامة نضحك بوجه الزمان.